استقالة المدير الفني محمد العبابني بعد خسارة الفريق أمام شباب العقبة الجولة الماضية. وهنا خطيرة، جول أول لمصلحة نادي شباب الأردن. شوف الانطلاقة السريعة، وهنا وسيم لريالات ينجح ويضع الكرة في الشباك، هدف أول لمصلحة نادي شباب الأردن. جملة تكتيكية رائعة كانت بين أقدام اللاعبين، وفي النهاية يحرز أول الأهداف. شوف الإعادة، شوف الانطلاقة، مباغتة كانت في الجهة اليمنى، هنا خالد يلعب البينية الجميلة، وهنا مع تقدم دوغلاس وتمريرة جميلة كانت باتجاه وسيم ويحرز أول الأهداف. هنا الانطلاقة كانت من اللاعب السريع خالد الدردور، وتمريرة مميزة كانت لدوغلاس البرازيلي، ويتولى في هذه اللقطة صناعة الهدف دوغلاس، وبالتالي شباب الأردن يفتتح التسجيل ويحرز أول الأهداف. شوف سرعة انطلاقة الهجمة، وسيم لريالات ينجح ويحرز أول الأهداف لمصلحة نادي شباب الأردن، هدف مقابل لا شيء هنا